افتكر حاسه الشمع عند التعبان فين؟ في ديله، في جسمه، ديو معرفش، مناخير، مناخير، مناخير في دماغه. حاسه الشم هي اكتر حاسه بيعتمد عليها التعبان في حياته، وده عشان نظره وسمعه الضعيف. ولكن التعبان مش بيشم من مناخيره، لان ربنا خلق عنده جهاز اسمه جهاز جاكوبسون، ده موجود منه اتنين على جنب بق. وعشان كده التعبان بيعتمد على بقه ولسانه اكتر علشان يقدر يشم. ولسان التعبان بيساعده على تعقب الفريسه بتاعته، وكمان تحديد اماكن اعدائه.